صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لا زالت في هذا الصباح الذي خصص شوطنا الرابع عشر في هذا الصباح الذي انطلق بحفظ من الله ورعايته. إذن متابعينا الكرام على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط شوطنا الرابع عشر لفئة القعدان ومع تحديات سن الإجداع سن الإبداع وسن الإمتاع من مسافة 6 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن. تهانينا والنوماس لكل الفائزين في الأشواط الماضية وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ. نذهب إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول وإلى البداية الصدارة والقيادة مع المركز الأول في هذه اللحظات المنطلق مع بداية هذا الشوط السريع بشعار مبارك بن أحمد بن خزع العثة العامري من يقدم لنا السريع مع البداية والصدارة. بينما المركز الثاني المتحد مع ثاني المراكز عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يحتل المركز الثاني ليقدم لنا المتحد المركز الثالث. وتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل شاهين لسعيد بن مرزوق بن علي اليامي من يحتل المركز الثالث ليقدم لنا هذا الشعار وهذا الاسم المميز. هذا شعار اليامي مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات وتابع الوصول وأتابع القدوم والانطلاق والاقتحام والتغيير في هذه اللحظات من مركز إلى مركز إلى أن انطلق إلى المركز الأول. هذا شعارك يا المزروعي محمد بن راشد بن صالح المزروعي من يقدم لنا مهاجر من تقدم وانطلق مع المركز الأول. مهاجر مع البداية ومع صدارة هذا الشوط محمد بن راشد بن صالح المزروعي مع البداية ومع صدارة الشوط. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات المتحد بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم المتحد وانطلاقه مع المركز الثاني. المركز الثالث تابع القادم في هذه اللحظات هنا سعيد بن مرزوق اليامي من يقدم شاهين مع ثالث المراكز وثالث التحديات والانطلاقات في هذا الشوط. المركز الرابع تابع الوصول وأتابع القدوم مع رابع المراكز ورابع الأسماء المتقدمة والباحثة عن الفوز والانتصار. صار هنا سلطان بن عبد الله العميمي من يقدم عنيد مع رابع المراكز. المركز الخامس وتابع القادم بكل قوة هنا المتقدم سالم بن محمد بن سعيد بن قنازل الاعفاري مع السنافي مع المركز الخامس وسادس المراكز. وصل في هذه اللحظات وتقدم وانطلق هذا الشعار المميز. بدأ بالقدوم والوصول في هذه اللحظات سلطان بن راشد بن مبارك الشامسي ولكن نعود إلى مهاجر مع المركز
المركز الأول محمد بن راشد بن صالح بن حريحر المزروعي مع البداية ومع الصدارة ومع القيادة ومن يقدم مهاجر حمد بن خبزان المري في عملية التضمير يقدم لنا مهاجر وهذا شعار المميز والغني عن التعريف صاحب جولات وصولات في كل المهرجانات يتقدم في هذا المهرجان المزروعي بحثا عن النوماس وبحثا عن الفوز والانتصار بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمتقدم المتحد عاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم لنا المتحد أحد أبطال ميدان الطائف مشارك في هذا المهرجان مع انطلاق المتحد في مركز الوصافة يتقدم مع ثاني المراكز عاطف بن عطية القرشي من يقدم المتحد بينما المركز الثالث أتابع الوصول والقدوم مع ثالث المراكز من قبل هذه الشعارات ومن قبل هذه الأسماء المميزة راقب اللي وصل مع المركز الثالث هنا القادم بكل قوة مع ثالث المراكز ومع ثالث التحديات والأسماء المميزة شعارك يا اليامي مع المركز الثالث يتقدم شاهين مع المركز الثالث سعيد بن مرزوق اليامي من يقدم شاهين مع ثالث المراكز والمركز الرابع من تقدم في هذه اللحظات وانضم للمعركة الأمامية أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي يقدم المستشار في أول ظهور وأول نداء لهذا الشعار المميز يتقدم الاكتبي مع المستشار والقادم أيضا مع المركز الخامس هنا سلطان بن عبد الله بن ضاحي العميمي مع عنيد وأيضا أتابع الوصول من قبل هداد لسلطان بن راشد بن كشيم بن مبارك الشامسي قادم بكل قوة ولكن العودة إلى الصدارة الأولى وإلى المعركة الأمامية ما بين مهاجر وما بين المستشار ولكن مهاجر هو المتربع على عرش الصدارة يتقدم وينطلق مع المركز الأول ومع صدارة الشوط يا سلام المزروعي مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول يقدم لنا مهاجر واندفاع مهاجر محمد بن راشد بن صالح المزروعي مع المركز الأول ومع بداية هذا الشوط يا سلام على مهاجر وعلى أداء مهاجر من يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الأداء المميز والرائع والأكثر من رائع بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات المستشار وتقدم المستشار مع المركز الثاني يتقدم بكل قوة شعارك يا الاكتبي أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي يقدم المستشار مع ثاني المراكز المتحد مع المركز الثالث عاطف بن عطية بن حسن القرشي هو المتقدم مع المركز الثالث يقدم المتحد وانطلاقه مع ثالث المراكز إذا متابعين الكرام الكيلو متر الأخير الكيلو المثير الكيلو الخطير مهاجر مع البداية مهاجر مع الصدارة ومع الانطلاق الأول يا سلام يسيطر تمام السيطرة مهاجر مع البداية ومع آخر الأمتار يا سلام يتقدم مهاجر محمد بن راشد بن صالح بن حريحر المزروعي مع المركز الأول قادم بكل قوة بمبارك أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي يقدم المستشار ولكن القادمون أول الواصلين أحمد بن خلفان بن موسى الهاملي يقدم الحنيش واللحظات المثيرة الأمتار الحاسمة مهاجر والحنيش والأسماء القوية اللحظات المثيرة لمن النوماس غير وانطلق في هذه اللحظات هذا الاسم المميز وهذا الشعار الذي انطلق مع آخر الأمتار ما شاء الله تبارك الله 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 الله, الله.
اللحظات الأخيرة والأمتار الحاسمة. إذا متابعينا الكرام يتوج هذا الشعار ويتوج هذا البطل بطلا لهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لمالك هذا الشعار المميز على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا الشوط وفي شوط الختام. يظفر بهذا النوماس ويظفر بالمركز الأول سالم بن جابر بن عبد الله بن محمد مع هداد هداد في آخر الأمتار. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. هداد صاحب المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لمالك هداد على هذا التألق وعلى هذا الإبداع وعلى هذا الإمتاع. سالم بن جابر بن عبد الله بن محمد بطلا لشوط الختام في هذا الصباح من خلال تقدم هداد مع آخر الأمتار. تهانينا والنوماس لك يا مالك هداد على هذا الفوز. تهانينا يا أبو جابر على هذا الانتصار. سالم بن جابر بن عبد الله بن محمد تهانينا له ألف مبروك. متابعينا الكرام لحظة وصول لحظة وصول هداد إلى خط النهاية. سالم بن جابر بن عبد الله بن محمد 9:56 81 جزء من الثانية. هذا بطل هذا الشوط. تهانينا لمالك هداد. المركز الثاني مهاجر محمد بن صالح محمد بن راشد بن صالح المزروعي 9:58 17 جزء من الثانية. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث في هذا الشوط الحنيش أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي 10:31. تهانينا والنوماس لكل الفائزين. تهانينا والف مبروك لسالم بن جابر بن عبد الله بن محمد على فوز هداد وحصوله بالمركز الاول في هذا الشوط وفي شوط الختام في الفتره الصباحيه. تهانينا والف مبروك لكل الفائزين وحظا اوفر لمن لم يحالفوا الحظ. والى اللقاء باذن الله تعالى في مساء هذا اليوم في الفتره المسائيه ومع انطلاقات سن الاجداع في الفتره المسائيه في تمام الساعة الثانية من مساء هذا اليوم. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والانتصار في هذا المهرجان. تقبلوا تحيات محدثكم فواز بن سعيدان العتيبي.